يا سلام، هاي شنو؟ شو هالمناظر الحلوة، شو هالمكان الجميل قوي. القاعدة الجديدة يا جماعة، الصراحة صراحة اشي باللوز. سو هلو بالطيبين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس، اليوم جيتكم مقطع جديد يا شباب. كثير يب يب حبايبي، مثل ما انتم شايفين هون روضنا طبعا خلف الكواليس، طبعا جبنا لها كل الاشياء. اوكي زبطنا هالمنزل الجديد على رواق، زبطنا ان شاء الله طيبين الخزنه تاعتنا وهذا المكان وهذا 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 كله تعرفون، يعني الفورج ما فورج ولا شيء تبعت المود الابريج اللي تبعت السول هون محطه بيها ديناصوراتنا. هلا هي يا شباب، هي لسه هي راح نخليها على جنب، يعني في الويزر شامبر راح نخليها على جنب. اوكي عندنا هون شباب الانكي، عقبنا الانكي راح نكمله ان شاء الله مع الوقت. عندنا هون الديناصورات اللي بتعطي تشجع باقي الديناصورات بالهجوم. اوكي ونفس الوقت شباب عندنا هون الركساج ذات، عندنا هون ركس. اوكي عندنا هون هذول شباب جيش يعني باللوس صراحه. اليوم يا طيبين راح تكون عنا شيء باللوس. ايش بشوف؟ ما في شيء. اوكي طبعا هون شباب مثل ما انتم شايفين هون عنا الثلاث جيل هذول. اوكي هالجيلين هذول يا شباب عملتهم تزوج بين بعضهم وطلع لنا هذا الجميل. اوكي طلعوا باللوس. بالنسبه لهنيك شباب، هنيك هذا هنيك كمان نفس الشيء، هون عنا اثنين طيبين مثل ما انتم شايفين. جبت طبعا صراحه شباب لان موجود عندي غير روز يعني حد الان، ونحن بالستون فهمت علي شلون؟ ليش لحد الان شباب بلشت بالستون؟ راح اقول لكم ليش، وليش هون كمان بلش بالايس بالجليدي. طبعا شباب هون اليوم راح تكون عندنا مهمه اسطوريه يا جماعه. اليوم مهمتنا شباب راح نرسم ان شاء الله باذن الله تعالى اول افنجر، مو الافنجرز اسطوره، راح افرجيكم نجي لهون. طبعا شباب هون مثل ما بتعرفوا مثل المودات اللي بدنا نعرفها، مو هي هي، لا مو هي هي هون شباب، هون هي 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 القاعده مثل سن تيست. طبعا هي هالقاعده يا شباب ولا هالمكان هذا هون يا شباب، هون راح يكون في المكان اللي راح يكون فيه رسبنت، راح نرسم فيها يعني بين قوسين البوسه. طبعا هون شباب راح نبلش ان شاء الله باذن الله تعالى شباب بالجوربه. اوكي لهيك يا طيبين ركزوا معي كيف راح نبلش. بدا اول واحد، ليش بلش بالستون؟ تمام لانه الجليد ضد الستون، فهمت علي شلون؟ الجليد ضد الحجري، تمام باختصار نقطه ضعف يعني الستون، فهمت علي؟ ضروري جبت الستون كمان، تمام. وعندنا راح برجيكم ما راح خلص، خليك عم تتفرج وراح تتفرج، خليك تابع. الصراحه يعني صراحه كثير متحمس يا طيبين، متحمس كثير بصراحه. اوكي اوكي خير ركز. اليوم راح يكون هيك، اليوم راح يكون في تجميع جربوع اللي هو الجربوع يا شباب، رؤوس الجربوع. اوكي لهيك يعني راح نعمل بحث، ليش؟ لانه يلزمنا طبعا مثل ما شايفين هون لازمنا، طبعا في افنجرز هون في شيء ثاني شباب بلزموا اشياء ثانيه، نخليها على جنب راح نبلش بهدول. اوكي لنشوف شو وضعهم يا جماعه. اوكي راح نبلش بهذا الجربوع، لازم يشوفنا الجربوع يا طيبين. اوكي ويلزمنا تورشات عادي، بس لازمنا 5 10 15 20 25 30 35 راس جربوع يا شباب. اوكي يلزمنا 35 راس جربوع، تمام. لهيك راح نعمل عمله بحث عن الجربيع، راح ناخذ معنا واحد من الطيبين هذول. بس لكن قبل ما نبلش يا شباب بدي صراحة او خليها بعدين يا شباب، خلينا بعدين ولا بعدين بنشوف الاوضاع. المهم راح ناخذ شو راح ناخذ؟ راح ناخذ معلم اي جريفن راح ناخذ، طبعا هذا 350، هذا شو راح ناخذ؟ اي واحد راح ناخذ؟ يلا خليه معنا نشوف الوضع شلون. طبعا لازم اعمل شغله شباب مهمه صراحة، انه اضيف نقطة تليبورت بين كل مكان، طالع شلون؟ اوكي لازم هي اضيفها بشباب، جهزها صراحه ضروريه كثير. اوكي خلينا نبلش معلي بمهمتنا اليوم يا شباب، نشوف الجربوع وينه. والله حلو في عندنا هون معلم شله جربي هون بهالمنطقه هي، حلو كثير. والله صار تحت شو اخذت؟ انا اخذت راح ناخذ جريفن الهواي، واي واحد راح ناخذ النار يعني خلينا ناخذ جريفن النار يا شباب. اوكي نروح نزب عند الجربوع هو تحت صغير، يلا انزل. اوكي برو تعال تعال يا صديقي، تعال 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 يا حبيبي، تعال تعال يا لطيف. اوكي شو اعطونا معلم؟ ما اعطانا الراس تبعه. اوكي ما اعطانا، خلينا نروح نشوف الثاني هذا اللي هون واحد بعيد. اوكي هون في شله جرابيع يا شباب، تعالوا تعال يا جرابيع. اوكي اخذنا راس واحد معلم اعطانا، حلو. هون في كمان، هون كمان اللي مين جدد؟ اوكي شو هذا؟ لا 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 هدي معلم، هدي اخوي عامر، هدي 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 لا لك هدي. شفنا واحد ثاني،
اوكي هيك جبنا شباب، صار عندنا واحد من الجمجمه. شوفوا لي اشكالهم يا شباب هذول الجمجمين، صراحه اشكالهم مضحكه كثير. اوكي هي جبنا واحد ثاني، واحد ثاني هون لازم يكون. هون ما عندك، اوه صار عندنا اثنين، حلو. ما في شيء ثاني يا معلم، ما في شيء. في واحد هون متخبي ولا شلون؟ اصبر شوي. اي والله كيف واحد متخبي يا شباب، شفتوا؟ حلو. اوكي شباب تجمعنا تقريبا 16 وحده، اوكي 16 يعني راس باللوز. نروح نصنع القطعه، شو اسمه القطعه اللي راح نرسم فيها، يعني نرسم فيها اول واحد نحطه هون. طبعا هون انكرايت، طبعا هون اشتغلت شباب، شفت انه اسهل الاشياء، فهمت علي شلون؟ اوكي بده تورش، تورش بده تورش. خلينا نصنع هون، والله لازم نصنع لنا شيء. خلينا نصنع 10 هلا كبدايه، انا شيء 10، نصنع 10 تورش. اوكي وهل تورشات صاروا جاهزين؟ نعمل هيك معلمي بطريقه حلوه هيك تكون هيك. بس مش طبعا شباب في شغله لسه راح نشوفها مع بعض مع اليوم الجاي. اوكي طبعا هي قصه الابره يا شباب، مع اليوم الجاي راح نشوف الوضع. اوكي المهم نجيب الستون، جهز اول وحده. اوكي هذا معلم نحطه هون. اوكي راح ناخذ جيش تبعنا، راح نخلي جيش معلم. طبعا على كل فايت بين كل اي بوس لازم نختار المعين، فهمت علي شلون؟ هذا ايس، ناخذ هذا، ناخذ معلم الجيوش هذول كلها راح ناخذهم، ناخذ هذا، ناخذ هات، ناخذ هات ستون، ناخذ كل شيء هون. لان يا شباب انا لازم اشوف لي مكان. اوكي هذوليك والله اخذهم ولا شلون؟ عندي ستون، والله عندي واحد كمان ستون. قد ما انا خلينا ناخذ معلم، ما بيأثر بينفعنا. اوكي حلو، هاي صار عندنا جيش مرتب. هنشوف يوم ما في شيء. اوكي الان يا شباب لازم اشوف لي مكان يكون واسع ويكون ما فيه، ما في كثير ديناصورات. اقدر اسمع شوف هون ورا هيك مكان يكون هيك على رواق ايزي فريزي، او لا راح اشوف مكان هون حلو. هذا احلى مكان يا طيبين. اوكي خلينا نجهز جيشي. اوكي خلونا نصفر هون هيك باللوز. يا شباب الان وضعنا الوضع، هي القطعه هي الصغيره. اوكي لازم الان يطلع الجربوع معلم، شوف هذا الجربوع الستون، شوف شو راح يصير. الله يستر، كان لازم بس بنعيد يعني ركز اعطيهم ال ال شو اسمه قوه. وين معلش ما حدا طلع. الو يو يو اعمل لهم هيك معلم. اوكي ما في حدا شيء ولا ايش في؟ ليش ما طلع صاحب؟ ما في شيء، ما في شيء. الو شو؟ باقي 9 اوكي باقي 7 ثواني. اوكي يلا 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 مشي الحال. اوكي 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 اركب اركب يا برو. حلو هي قطعة شباب اللي اخذناها صنعناها، لازم يطلع يعني الصاحب هذا هو طلع. اوكي اعطيه معلم. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. ما بدي امشي شباب، بدي امشي ماشي اسطوري ولا شو؟ اوكي حلو 900 600 معلم. هذاك 800 شباب، شوف 800 عم بيدمر هذول هذول الايس. وين راح هذا؟ وين راح هذا؟ تعالوا وين راح؟ بيطلعوا جربيع. باللوز 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 باللوز. تعالوا حلو حلو حلو. ثواني في واحد من صاحبنا نزل معلم. اوكي اي خالص واحد من صاحبنا نزل، يلا وين راح؟ يا زلمه ذاك نزل لتحت. اوكي يلا بنروح نجيبه. بس شوف شو ما اعطونا اشياء اشياء ما اشياء. شو هاي معلم؟ بيك اب. اوكي ريماريتيف اليمنتال ستون. سوي شوي نشوف شو اعطونا هذول معلم اصحابنا دول. اوكي ناخذ كل واحد معلم، كون اعطونا لحمه معلم وفي لحم ما لحم، هات لدول ناخذهم دول. اوكي جينا عند هنا تحت ما عنده اي شيء. اوكي خلينا نطلع الان لفوق نشوف الاوضاع شلون، شو القطع اللي اعطونا اياها، حابب اقراها افهمها شوي. خلينا نشوف معلم شو طلع اعطينا. مهم اوكي بيعطي لك ليفل 20. اوكي يوز ذيس ايتم تو سم ستون جربا ذي كان اكستراكت لانت اك. اوه الله بلوز. اسمع شوي بس، هي شو اللحمه هي معلم؟ هي اللحمه نوت اف عم يقول لك ايت ايت ذيس ويل ابلي ستون اليمنتال افينيتي تو كونسوميشن رياكتور. اوكي هي كيبل تمام، خليها على جنب تمام. شوف هذا شو وضع معلم هذا صاحبنا. خلينا نعمل كونسيم. اوكي يو هاف تايمد. اوه يا سلام، هلا بالجميل يا هلا بالجميل يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اوه يطلع عندي شباب والله شي باللوز. اهلا وسهلا بالجربوع، هلا بالجربوع هلا. طب هذا الجربوع معلم شو بيعمل هذا الجربوع؟ هات شوف. اوكي بيصنع لنا الستون اسنس يعني عليك. طبعا شباب بصراحة ملب، ما هي بصراحة ملب حاجة بس ولكن يعني حلو 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 شي حلو. اوكي هذا لازم نظبط له شباب شغلة عشان ما يهرب مننا يا جماعة، فهمتوا علي شلون؟ خايفين، خاف عليه.
طبعا هذا معلم ستون. اوكي هذا يرفع ليفله. شو راح ارفع ليفله هذا معلم؟ والله بالله بس حلو كثير حلو فيري كيوت. هات لي هون شو معلم. اوكي ناخذ هذول حلو. هذا راح نشوف له محل هيك باللوز. طبعا الشيء اللي فهمته شباب انا مثل ما فهمنا الشيء اللي فهمنا انه كل ما رسبن اي واحد راح يعني يطلعوا لنا وش اسمه. اوكي اوكي دونك الان يا شباب شو راح نعمل؟ راح اعمل شغله حلوه اللي هي راح اعمل مثل حديقه الجربيع. فهمتوا علي شلون؟ اوكي عملنا هيك معلم مكان حلو هيك مشانهم. فهمت علي شلون؟ اوكي هيك زبطنا معناتها هذا مكان هيك يعني عباره عن زجاج نوعا ما. فهمت علي شلون؟ والله يعني هي مو حديقه يا شباب، عملت لنا حبس. اي مو حديقه يا شباب، حبس صبوري. اوكي عملنا شوي دروج معنا، خلي شيك احترافي، نعمل شيك مرتب، نرجع للستركتشر الميتال بلاتفورم. لا وينه؟ لا 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 مو هون يا صاحبي، مو هون. اوكي ونحط الدرج هيك. يا سلام اصبر شوي. شو حلو نجربوها تبعنا. وين نجربوها تبعنا؟ هذا هو. وهي الجربوع شباب رح نخليه هيك يعني هيك على جنب. اوكي مشان يعني نخليه هيك معلم مشان نعرف يعني اي ستون ما ستون يعني نجمعه، لازم نجمع كل الجرابيع عشان نكون يعني اذا بلزمنا يعني موارد وهالامور يكون وضعنا باللوس. اوكي بما انه خلصنا هذا شباب رح نبلش بالثاني، نجرب على هذا الطبيعه الناتشر. طبعا الطبيعه الناتشر شباب هو لازمه الستون، لا والله عفوا قصدي هذا الناتشر لازمه الجليد. ونشوف على حسب علمي معلم بده الجليد. نعم الجليد بيكون كويس. اوكي انا برايي رح ناخده. اوكي رح نرسمن نطلع نشوف نجرب يا شباب. جرب نحط الجليدات، كل شيء عندي من نوع الجليد صراحه يا جماعه، يعني هذا احلى مكان معلم نرسم فيه الامور. اوكي تعال هون. ايوه تعرفوا شيء يا شباب، بدنا نخاطر يا شباب، بدنا نخاطر. راح ننزل نفس الجيش. شوف هون في ستون. قول لي معلم تعال هون، تعال انت لهون. قبل كل شيء خلينا نحط الديناصورات. اوكي يا بسم الله، خلينا نحط معلم هذول هيك. بده 10 ثواني، خلينا نعمل هيك كبسه انه يجهزوا معلم. خلينا مجهزين الشباب الطيبه. اوكي وين صاحبنا الايس؟ وين صاحبي معلم هذا؟ وين صاحبي الايس؟ هذا شوف بده معلم. اوكي يلا هات صاحبنا هذا ستون الايس. وين هو ذاك الايس؟ هذا. اوكي هات لنشوف، هات لنشوف شو راح يصير. اوكي صاحبنا ترسبن يا شباب. تمام شو الوضع؟ اوه والله بالاسف. ولا في عادي معنا عم بدمجوا كثير. 1000 عم بتدرب نضربوا 1000 يا شباب. ول اصبر، لازم اروح نساعده يا شباب، لازم نساعده. ول شو ركز معنا مع بعض بياكلوا قندره. قلنا عدنا نعطيهم هون. مهمتي يا شباب انه لازم قول لي عم الريكس لاكستون معلم بلش يدور. يلا يا لطيف. حلو جبنا حلو ناتشر انكرافت كيبل. اوكي اعطانا ناتشر ما اعرف شو من كيبل. حلو لا حلو اشي مرتب. اخذنا هاي حلو خلينا ناخذها معلم نحطها على جنب. خلينا نسحب هذول يا شباب. حلو تمت العمليه بنجاح. اوكي وهلا طلع عنا هذا صاحبنا الجديد. يا سلام عليك. هون كل شيء. اوه هون في كريستالات حلوه. كفو في هون. في اكل. هات ناخذهم زي ما يكونوا هون شباب. نحطهم بالفرن. اوكي ليتس باك هوم. يا سلام والله حلو. عدل صراحه انا مرتاح هيك يا شباب، طبعا عشان انا من النوع يعني اللي معه يعني انا من النوع يعني اذا بدي اعمل شيء فايت او شيء لازم اكون جاهز على الاخير. اذا ما جاهز على الاخير شباب ما بعمل اي شيء. اوكي اوه عطيني 1%، جربوا 1%. طيب شلون هيك صار؟ اوكي زي اوكي والله باللوس. هات نشوف نفس الشكل تقريبا. اوكي شو راح يعطينا هلا معلم؟ امور هيد وما هيد. اوه جربوا باللوس هذا. ثواني يا شباب راح اجرب شغله الميت. جرب نعمل لهم ميتينج از ميتينج. عملوا ميتينج. هذا انثى وهذا ذكر. لا عزيز خدي دبي يا شباب، انا اصلا معلم اذا ميك ما راح يمشي الحال، لازم يطلع القلب. اوكي صراحه هذا البوس الثاني شاب كان ماشي يعني شاب ما كان يعني كان قوي. اوكي هيك بكون خلصنا الستون والناتشر. حلو خلينا الان نشوف يا جماعه الخير شو الوضع هو معلم. اوكي
بعدين وصلنا لمرحله اللي هو يعني الضوئيين، فهمت علي شلون؟ الضوئيين يب، الضوئيين شباب لازمهم الناتشر اول شيء، ثاني شيء لازمهم الهوائيين اللي هم الهوائيين الاير، والصخور زائد الواتر. اوكي الشيء الموجود اللي عندنا الان يا جماعه شو موجود؟ قولها بحترق انا ولا شلون؟ لو موجود عندي انا يا شباب، اذا عندي الشيء اللي عندي، عندي اللي هو الستون، عندي ستونات، عندي ستون، هذول ستون 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 بيمشي الحال، واحد اثنين اربع ستون، اربع ستون لازم، اربع ستون اوكي، اربع ستون، ومن بعيد الايس عشان ندعمهم، وعندي بنفس الوقت هذا الجريفن الهواي. اوكي اوكي لازمنا موجود، لازمنا الهوائيين والستون. اوكي عندنا ستون، عندنا اربع ديناصورات، ستين ديناصورات ستون يا طيبين. اوكي عندنا اربع ستون هون. انا شيء الحلو بهذا المود شباب، يعني على سبيل المثال اذا جبت النار ضد الجليد، فهمت علي شلون؟ يعني شيء واقع يعني شباب، فهمت علي شلون؟ هذا الشيء الحلو بهذا المود، فهمت علي شلون؟ ولكن اي غلطه، اي غلطه تروح معلم، لانه هذا معلم نحن بنلعب بالمود العناصر، فهمت علي شلون؟ يعني عناصر الهواء، الماي، الريح، الكلش، الارض، التراب، الهواء، النار، الجليد، المي، كل شيء معلم، كل شيء معلم موجود معلم حوله، لازم نركز عليه ونركز منيح. لكن يا شباب عشان يكون الامور تكون جاهزه ما يطلع عنا اي مفاجات، لازم تجهيز اللوز. اوكي في ديناصورات حلوه شباب تعجبني الصراحه، اللي هي 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 الالوسر، هذا 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 مو هذا هو عجب هذا هو، لا عفوا مو هذا، مو هذا الالو، لا 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 اللي يبلشوا حرفهم السي او، اصبر شوف هذا هذا الهزبر كذب من هذول، شوف شكلهم، لا مو هذول، هذا هو كارو، هذا هو اللوز، هات لي شوف عليه. او حلو انا لازمني الستون. اوكي بدنا نروح نجيبنا كم واحد، جبنا هذول الاثنين لازم نرسبهم، هذول 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 الاثنين شباب لازم نروضهم. اوكي عندنا هذا الستون معلم، اوكي اربع جاي لازمني ستون، روح جبنا اثنين معلم انسى وذكر، اصبر شوي شو عندي، ناخذ شوفي ناخذه مع فاير. اوكي ناخذ معلم الفاير هذا، روح لعنده. طبعا يا شباب يعني بالنسبه للترويض، يعني الترويض ايزي، الترويض ايزي ليش شباب؟ لانه جهزنا معلم صار عندنا الفلاشات هذول، شايفين عندي هذول يا شباب. اوكي الفلاشات يا ابو شريك بتشق الديناصور شقه، اللي هي فلاشات البيض، يعني اقوى فلاشات موجوده، فهمت علي شلون؟ هيك يا شباب انا دائما بعلم بطول كتير، يعني انا هيك طريقه لعب يا شباب. صار كم صار لي يمكن صار كم مود عم بلعب؟ لعبت المود الثالث مود، هذا الثالث مود عم بلعبه بالارك، يعني فهمت علي شلون؟ لهيك يا شباب بحب اجهز حالي من ناحيه الموارد، من ناحيه كل شيء. اوكي هون معلم ترى حبيبي والله، هون في الوضع مو باللوز يا شباب، هذا هو، اصبر شوي شو عم يصير معلم، عم بيضرب بعضهم الشباب. اي واحد بدي اياه هذا هو، هذا لازمني، هذا لازمني، عجب اكبلع ولا حظي يا زلمه كلهم عم بيضرب بعضهم. الو خذ لك هي، الله ترويضه. اوكي ربنا شايفه مو هالشيء واو، بس يلا رح نشوف نجربه معلم هذا. وش الحلو معلم سريع كثير، لو ضرب واحده معلم ايزي بيمشي حاله، شو والله راح معلم ايزي، ها راح ضرب واحده بس، يلا بس بدي واحده ثانيه نشوف كم يهرب. هاد خلي بدي انا، بدي اياك تهرب، انا بدي اياك تهرب، انا بدي اياك تهرب، انا اللي بدي اياك تهرب. ايوه اهرب اهرب اهرب، خذ لك هي يلا مين اللي تعال هون يا ول، تعال خذ لك هي، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، خذ لك هي. ايوه فين صاحبنا معلم؟ زين ما يصير فيه شيء ولا شلون؟ الو اصبر شوي، تعال هون يا ول، خذ لك هي، ايدي اقعد تاكد الوضع معلمنا، راح نحرس الامان. اوكي خلينا نروح معلم طعميه واكل على السريع هذا. اوكي هذا تم ترويضه، تعال هون عنده، حلو من الجريفن تبعنا، خلينا نشوف المعلم، شفت انا كان في فمل. اوكي هاي فمل، نروح نروضها كمان، هاي هي الجميله، خذي هاي، تقدر تحترتين معلم مرتاح على الخفيف، ترى الدنيا عشقه هون يا الله، ايش في الدنيا عشقه معلم، مو طبيعي الوضع شوي اللي هذا شوي. حلو خلينا ناخذها، ويل وينه هي، ناخذها على السريع نروضها معلم الى هون، ياكل اوكي، وهي تم، تعالي لهون يلا تم، حلو واحدة ثانية 150 ولا شلون؟ واحدة ثانية جنبي كمان، والله حلو في واحدة ثانية شباب، ناخذها هي كمان، ناخذها
اوكي في هون معلم ديناصور. اصبر شوف كيف معلم نعطيه. تعالوا تعالوا يا قلبي تعالوا. اي 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 لا 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 بمزح 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 ابو شريف بمزح ولو بمزح يا زلمه. واحد ثاني شابه 150 فيمل بس متاكد منه. فيمل ايه والله فيمل نروضه كمان يا معلم. واحده من هونيك على الخفيف. وينه 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 يا الضرب يا معلم. ايوه شو فايت يا معلم. هاي شايف انا خاب ما بلا لي شي ضربه معلم. لا 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 حدا ما يشبه شي كمان. لا كمان ما يشبه شي. لا بتموت. لا حرام ما بدنا يهم. اي اي لا ما بدنا يموت. هذا الثلج في واحد جنبه معلم. قل لي شوف يا طيبين. راح تتضرب يا ول راح تموت. ايه راحت يا الله. اوكي هو صراحة يعني ما عندي ديناصورات بكفي يعني. اوكي نجي لهون معلم. نجي لهون نجي لهون نعمل هيك نروح على الهوم ناخذ الاشياء من عند هذا صاحبنا. اوكي نصف الجريفن تبعنا. اوكي هون عنا يا طيبين هون عنا ركسات. تمام تمام هون عنا ركسات. راح ننزل هالستونين هذول المعلم اللي ربطناهم. اوكي راح نعمل هذول المعلم نحطهم هذول نجربوا شو وضعهم المعلم. تمام اوكي نعمل لهم معلم تزاوج بين الطرفين. اوكي نعمل لهم تزاوج خليه يتزوجوا على رواق. نعمل لازم لهم السدل نروح نجيب لهم السدل. يا سلام وهي احلى بيضه كمان معلم. جبنا بيضه نحطها معلم بالماكينه. يلا طير خليه تفقس على رواق. اوكي يا سلام وهي الولد كبر. اوكي تمام هون شبه بس شو حابب شو تكت معلم الشغله. اوكي عندنا الوالد 36 ب 31 33 36 شو اخذ الولد 33. اوكي اخذ 33 دمج الام واخذ دمج الام واخذ كل شيء من الام. بس شو 36 لا بس اخذ نفس الاوضاع الام. اوكي يلا معلش ما في مشكله بس شكله تغير شكله غير. لا والله يعني تقريبا مشبه نفس الام. حلو نحط له سدلات يا طيبين. حط له سدلات اللوز. هيدا ناخذ اول سدل لهذا شوي. خذ انت السدل الثاني شوي. خذ انت السدل تبعه. اوكي وضعنا صغير باللوز يا شباب. عندنا جيش من الستون. تمام راح نحارب اللي هن اللي هو الضوئي. شيء هاي معلم هي والله يا شباب. اوكي ايه نحارب الضوئي هلا يا شباب. لا مو هون هون. اوكي الضوئي الضوئي بده. اوكي في هون وحده عندي هون نحط حول هيك نصنع هاي. اوكي اللي بعده هو الايس. اوكي وهي جيشنا صار جاهز نحطها هاي معلم. نحطه هون هذا. اوكي حلو نجي لهون. وين صاحبنا معلم وهذا الجميل. تعال انت لهون تعال يا قلبي تعال. حطيت معلم بشكل غلط يا سلامي شو عملت انا. يلا معلش. اوكي اوكي يلا معلش راح يطلع صاحبنا. بدنا نشوف معلم الدنيا تكون صباح. يلا راح يطلع صاحبنا الان. يلا يا جميل. اوكي طبعا معلم عندي جيش صراحه. الديناصورات اللي عندي شباب مرتبه صراحه. عندي من ريكس عندي هذا كمان هذا بدل يعني ثلاث انواع حلوه مرتبه. طبعا شباب الريكس يعني ما في كلام شباب. الريكس ريكس يا طيبين. الريكس ريكس يا جماعه. ما يعني ما في كلام. ما في اي كلام. الريكس يعني ديناصورات اللوز. اوكي شو ما بده يطلع صاحبنا ولا شلون. الو اوه طلع صاحبنا معلم. يلا هجموا اهجم. اوكي 27 والله يعني 27. اوكي بضرب 200 شاب. اوكي نعطيهم. اوكي طير. اي 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 معلم ولا عم بيأثر بس ولا عم بيأثر ولا عم بيأثر بشي. ها ولا بيعمل شيء شباب. شوف 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 شباب ستون يعني ما بيأثر فيه ما بيأثر بأي شيء. نضرب معلم احنا. اوه 115 نضرب معلم. لا 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 روح. طبعا هو ضوي وانا حجر يعني ولا ياثر معنا باي شيء. اوكي بس هو عم بيهيل عم بيهيل يخرب بيتك يا كذا بيهيل صاحبنا. اوه معني انا ما لسه ما جربته لصراحه.
هيل والله يا شباب. في معلم هيك وين باللوز الو للحرب والله بهيل الوصيف. ما بيروح هذيك هلوني ول هون 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 الحرب هون الحرب حبيبي هون هون هون. حتى نعطي واحدة معلمك. أيوة يلا اضرب اضرب يا صاحبي اضرب 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 اضرب. احسوا شي شباب كملوا هو عم يهيل ول 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 والله شكله. اسأل لي شو ذاك شو عم يطير حبيبي والله. اضربوا تعالوا 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 تعالوا. عم بيضربوا الصغار يا سلامي عم بيضربوا الصغار يا الله. بس كنا عطيه معلم بقول تعالوا تعال يا سلامي لك تعال 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 اضربوا هذا اضربوا. ايوه خليكم معلم خليكم خليكم ركزوا يعني عليكم يعني عليكم. وناخذ حجرة الجميل قوي. شوف يا معلم اوه في معلم هذا هون هون كمان حلو. اوه شوف المنظر هذا شباب. شو معنى بس يصير متصف ليش الشكل كيف بيصير والله صار الخريطه شبه الخريطه باللوز. اوكي نجيب هون كمان. اوكي امرنا باللوز حلو كل شيء تمام. اوكي نطلع على البيت هون قرروا اي اي كمان جت هاي ايوه هذا نطلع على البيت. اوكي ونحط صاحبنا الجديد تعال هون تعال. هذا معلم ليفل 60 طالع ما في شيء عم بيطلع بيختلف الاوضاع. روح روح يا برو. ليش هذيك معلم ما بده يطلع صاحبنا الو. روح يا برو روح انزل ايوه. ليش ما بده ينزل صاحبي ليش ما بده ينزل. اه الله نزل اول يا زلمه. اوكي اهلا وسهلا معك بالعيله معلم عارفك على دول اصحابك يعني. اوكي انتبهوا على بعض انتوا يعني صرتوا يعني عيله جيدا جدا جدا وباللوس صح يعني كل شيء كلياته مش مع بعض. اوكي نشوف الله معلم نسحب الى المرحله اللي بعد هات لي شوف ان شاء الله يكون وضع باللوس. اللي بعده ايس. اوكي طبعا ما بين يعني الجليد بده نار لازمنا نار. والله الصراحه يا شاب ما لنا غير الركس يا طيبين. ما في غيرنا ما في غير ما يلزم الركس يا شباب شيء اسطوري اقسم بالله. بنفس الوقت يعني انا عندي من قبل كمان هذا الشباب عندي هذا معلم هذا والله هذا كمان اذا بجيب هذا كمان رسبنا يعني هذا راح يرسبنا القوه يعني راح يعطينا القوه. اوكي تمام والركس يعني كمان اسطوري يا شباب. بس هذا اللي عندي كمان كمان اسطوري يا شباب صار ان شاء الله. هذاك الركس معنا موجوده بالمكان الثاني اللي علمنا عليه. ايش بدهم عليه مدوينه شكله كلياتهم من جنب بعض صارين يعني الركس هذول بجنب. اوكي راح نشكل راح نجيب شوي من هيك شوي من هيك. طلع يا شباب الركس يا شباب الركس معلم الركس اسطوري. وين الركس وين صاحبنا الركس عشان من النوع اللي بحب كثير يعني فهمت علي شباب من انواع يعني اللي الركس يعني كثير يعجبني. اوكي طبعا لازم نجيب لنا معلم انثى وذكر عشان نزوجهم ونظبط الاوضاع وتكون وضع باللوس. راح نجهز الاسهم البيضاء. اوكي الاسهم البيضاء مثل العاده شباب بدنا الاكسبشنال هاي. اوكي لازم يكون عندي. اوكي ترانكس دارت. اوكي هذول لازم نصنعهم شباب. راح نجهز هذول ونتجه الى الحرب الترويض. طبعا هون قبل كل شيء يا طيبين لازمنا خلينا نجيب لنا زمنا 100 معلم خلينا نجيب لنا 100 لازمنا 100 حب قبل اول شيء لازمنا عشان نصنع هذول الاسهم شباب لازمنا الرايفل. بعد الرايفل نجي لهون نصنع هاي. اوكي نصنع هاي يا جماعه نشوف نصنع هاي. اوكي بنصنع هاي. اوكي صنعنا هاي عم نصنع هاي. بعد ما نصنع هاي لازم نصنع اللي هو نتاكد بس شباب شو كان بده. لازم نصنع هاي اي اللي بده اللايتنج مع لايت وكل على بعضها جمعناهم. اوكي 10 طلقات صنعنا هاي. بعد ما نصنع هاي نصنع هاي. اوكي وشي ناقصنا لهي يا طيبين ليكيد عم يقول لك ليكيد. اوكي ليكيد شاب بنصنع هون الكونسيومر بدروكس. اوكي هذا اللي هون هو بتصنع عن طريق هذول. نصنع لنا كمان من هذول باللوس نصنع الماكسيموم وبعدين نصنع الحبه معلم وليتس جو نصنع معلم هذول. هلا كمان راح اعتقد راح يكفوني هذول عندي من قبل 10 تقريبا يكفونا معلم. راح يكون وضعنا باللوز. نزود كمان شوي حبات كمان كم وحده هيك يكون وضعنا باللوز. اوكي 21 نايس حلو. اوكي الان خلينا ننتقل معلم على البايو الثاني ونروح نروض لنا ريكس. ليتس جو يو هلا بالريكس الجميل. تعال لقلك تعال تعال تعال. طبعا هذا 15 معلم بده تقريبا اكثر من ضربه. راح يتعزم شوي هيك معلم نروضه على الخفيف.
هاي لحاله والله منيح لحاله هو. لك هاي اللي بلعه الله اسطوريه يا شباب. هاي هل 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 بلاش اسطوريه يا شباب، اسطوريه يا شباب، اسطوريه معلم. انا والله يا شباب هاي يا يا شو معلم، جمد تجميده معلم لا ولا ولا اخر. حلو هلا حلو هاي تم ايزي. انا شوف معلم الوضع هادي، نروح نجيبه يلا كول يا صاحبي. صحه وهنا. اوكي هاي اول واحد معلم هو الفيمر. اوكي بدنا نشوف. والله شايف معلم اوضاعه مو كثير باللوز ها، الصفات عنده مو كثير حلوه. نروح شفنا واحد ثاني. اوكي هذا شو وضعه 27 تمام. شوف كمل عليه 27 25 يلا. هذا في دمج احلى شوي. الو تعال 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 يلا. وهي نام على رواق، نروح نجيبه. هذا كمان فيمر يلا معلش. هاي صاحبنا جاهز، تعال هون، تعال هون، مر تعال هون. اوكي ناخذ نشوفنا شيء. لازمنا ميل يا شباب، لازمنا ميل ميل ميل. اوكي هذا ميل يعني ماشي حاله ماشي حاله ماشي حاله. خلينا نجيبه. ضرب ضرب نار هذا معلم، ويل بضرب ولا طول بالك ابو شريك، بدك اياك طول بالك معلم. خلينا نروح على مكان بعيد معلم، لا يضربنا شيء ضرب معلم يشوينا شوي. قول بالك معلم لا تعصب لا تعصب، خليك ريلاكس خليك ريلاكس يا صاحبي. عم بتفايت معلم. وين وحده؟ انا بضرب ايو بضربني يلا داون. هاي احلى ميل يلا 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 يلا. يا زلمه رح يخلينا نضرب وحده معلم. يا الله ماله هذا معلم نايم هذا ولا شلون؟ انا بشكله نايم 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 نايم. جيبه يلا تعال يا صاحبي. اوكي غيرنا الرأي يا شباب، رح ناخذ وحده هذا معلم. صار جبنا اثنين ريكس اثنين من هذا. هذا اعتقد رح يمشي الحال الوضع، لنشوف ان شاء الله يمشي الحال. ما هو الجليدي هذاك يا معلم رح نقاتله، لازم ندوه ايزي فريزي. اوكي وهذا جيش الناري تاعنا يا صباب يا صباب. شو عم بيصير معي شباب؟ اوكي ترى انا اشوف معلم. شوف يا سلام ركسات النارية، يا سلام عليك. اوكي طبعا شباب راح نخليكم معلم لليوم. اوكي الحلقة الجاية شباب لازم انه اطورهم. اوكي بعد ما نطورهم يا شباب نجيب الاقنعة هذول شو اسمه. طبعا قبل شيء راح نجرب واحد، اصبر شوي في عندي سدل هون. اصبر انا عندي ما عندي سدل. اصبر اصبر يمكن عندي شيء سدل يا شباب. اصبر خلينا نعمل مقارنة خفيفة. يمكن عندي سدل، نجيب سدل معلم سدل اكس على الخفيف. اوكي نجرب على الخفيف معلم هذا. معلش وضعه او بوب 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 بوب. يا سلام على النار يا سلام على النار يا صاحبي. ما دول استوم معلم، لا استوم لازم ابعد على الاستوم معلم، ما خرج مع الاستوم. الله تعالى نجرب عليه. نعم يا نعم يا نار خفيفه. اوكي اسمع شوي. اوكي دي نار خفيفه. والله شي باللوز يا شباب. قول لي مانا لا 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 صاحبي قول هذا لا 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 ستون معلم. شوف معلم شوف معلم الفرق. ستون ما يمشي الحال، ستون ما يمشي الحال معلم، ستون ما يمشي الحال، ما يمشي الحال، ما يمشي الحال يا شباب. ستون راح يروح الريكس تبعي، يروح الريكس. اوكي عم يروح روح 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 منيح يا ربنا يا شباب. اوكي طيب الله يسعد ياك شباب، هيك بكون انتهت حلقتنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا معنا طبعا، يعني صراحه شيء باللوز. اوكي الحلقه الجايه شباب راح نكمل ان شاء الله باذن الله تعالى يا طيبين. راح نختم اسمع شوف وين معلم، شو كم باقي لنا يا طيبين. اوكي لازم نجمع الجوربا الجوربا معلم هذا. اوكي عن هذا لازم باقي لنا هذا. اوكي طبعا الحلقه الجايه شباب راح نختصر الوضع تمام، راح نجهز كل شيء، راح نرسبنهم يعني مع بعضهم ونجهز كل شيء ونكمل عليهم. فهمتوا علي شلون؟ اوكي لا 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 طبعا من بعد هيك يا شباب في كثير امور شباب ثانيه لسه ما خلصناها. هيك طيبين نلتقي بسرعه الحلقه الجايه. الحلقه الجايه راح يكون راح نجهز كل شيء ان شاء الله خلف الكواليس ونرسبنهم الاربعه ورا بعضهم يا طيبين. اوكي يلا شكرا كثير لكم، ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذه الحلقه. السلام عليكم.